السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم أقدم لكم وصفة تحضير شيبس منزلي، طريقة سهلة وبسيطة والأهم صحية. كنعطيه لوليداتنا بعينينا مغمضين، كيجي بنين لذيذ ومقرمش. بقاو معايا. باش نحضر هاد الشيبس غنحتاج الخبز ديال التورتيلا او الخبز العربي. عندي هنا جوج الواحدات كبارين قياس 30 سنتيم. غنحتاج عندي هنا ربع ومعدنوس مقطعين، زعتر مجفف، جوج فصوص ديال الثوم محكوكين. غنضيف عليهم معلقة صغيرة تقريبا مع مراش ديال الإبزار أو نصف ملعقة. غندير فيها ملعقة ديال الكمون. أنا كندير التوابل اللي كيعجبونا، كل واحد كيدير التوابل اللي كيعجبوه. غندير ملعقة مع مراش صغيرة كيف ما كتشوفوا ديال سكنجبير، ملعقة نصف ملعقة تقريبا ديال الملحة حيت الخبز ديجا فيه الملحة. غنضيف ملعقة ديال الحار، الحار المعجون كيف ما كتشوفوا. الحار حسب الذوق، كاين اللي كيعجبو كاين اللي غنضيف ملعقة ديال صلصة طماطم محضرة في المنزل. وغنضيف دابا الزبدة، زبدة من النوع الجيد تقريبا نصف كأس. وغنضيف 3 المعالق كبار ديال الزيت البلدية. غنحرك هاد المكونات اللي مبغاش يستعمل الثوم طبيعي او فصوص ديال الثوم ممكن يستعمل بدلهم ثوم غبرة، ثوم بودرة. دابا الصلصة ديالنا واجدة. عندي هنا صينية ديال الفرن، فرشة بورق الطبخ. غندهن الوجه ديال الدائرة الأولى بالصلصة على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغنقلبها وغندي نزيد الوجه الآخر كمية من الخليط ديال الشرمولة وندهن به الوجه الثاني. احنا دايرين ورق الطبخ والشرمولة معاها الزيت معاها الزبدة، ما تخافوش ما تلصقش نهائيا. كتجي لذيذ، كيجي لذيذ هاد الشيبس محضرينه في المنزل، عارفين شنو كنعطيو لوليداتنا احسن من هذاك الشيء جاهز ما عرفنا باش نصايبينو. من بعد ما وزعت هاد الشرمولة على الدائرة كاملة غنجيب قطاعة ديال البيتزا
وغنقطع بها هاد الشيبس، هاد الدائرة كيف ما كتشوفوا راه كتقطع بسهولة. كتقطعوا الاشكال اللي بغيتوا، غالبا الشيبس كيكون على شكل مثلث بحال هكا، نقطعوا مثلثات كي شفتوا. ثالث الدائره الاولى اللي عندي كيف ما قلت لكم، كيف ما كتشوفوا ها هو باين المثلثات اللي عندي. دابا غندخلها الفرن مسخن من قبل على درجه حراره 160 170، ما كتاخذش وقت بزاف ديال تقريبا 7 دقائق حتى 10 دقائق، ونردوا ليهم البال كيكونوا تحمروا وتقرمشوا. وغندوز نحضر الدائره الثانيه. بعد خرجته من الفرن، الطاوله الاخرى غنرش فوق منها الفرماج محكوك، وحده غنخليها بحال هكا عاديه. وهادو هما لي شيبس ديالي بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجيو محمرين ولذادين بديك العطريه والتوابل اللي درت فيهم، الثومه الزعتر. هادو اللي درت فيهم الفرماج، زدت فيهم شويه ديال فليو، انتوما ليكم كل واحد على حساب الذوق ديالو، ممكن ديروا فيهم الاعشاب والتوابل اللي بغيتو. كيجيو لذادين صدقوني مقرمشين، الاهم كنعرفوا شنو احنا كيفاش حضرناهم شنو دايرين فيهم. كيجيو مقرمشين كيف ما كتشوفوا ولذادين، وهادو فروماج كتزيدهم النكهة ديال الفرماج، كتعرفوا وليدات كيعجبهم الفرماج. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، إن شاء الله أكيد غادي تعجبكم. شفتوا طريقة سهلة جدا وغير مكلفة، لا في الجهد ولا من ناحية المادية. جربوهم تفرحوا بهم وليداتكم، وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وبارتاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.